في بعض البلاد الإسلامية التي لا تحكم فيها شريعة الله ويوالي حكامها أعداء الله من الكفرة والملاحدة، يقع الشباب المسلم في حيرة وقلق مع قلة العلم وكثرة علماء السوء، مما يجعل الشباب ما بين الإفراط بتكفير الحكام وإعلان الجهاد لمقاومتهم، وبعضهم يرى ضرورة العلم وطلب العلم الشرعي أولا ثم الدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة، وكثيرا ما يقع الخلاف بين الفريقين وتتبادل الاتهامات بين الطرفين. نرجو من سماحتكم النصيحة لهؤلاء وهؤلاء، وما هي الطريقة والسبيل الصحيح لهؤلاء الشباب للنجاة من هذه الفتن وإبراء ذمتهم يوم لقاء الله عز وجل؟ النصيحة لهؤلاء الشباب وغيرهم من الفهول والشيوخ، النصيحة للجميع أن لا يقدموا على أمر إلا على بصيرة وعلى علم، وأن يتفقهوا في الدين قبل كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعجلة والحكم على الأشياء بغير علم وغير بصيرة، بمجرد دافع الجهاد أو دافع الغيرة لله أو دافع حب الدين أو حب إظهار الحق أو حب القضاء على المعاصي، لا يكفي. لا بد من العلم والبصيرة والتفقه في الدين، ولا بد من مشاورة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالغيرة الإسلامية والعلم الشرعي والبصيرة في الدين، وعدم العجلة في كل شيء. يتفقه في الدين ويتعاون مع المسؤولين في دولته في الحق. أما الثورات فلا تأتي بخير، الثورات لا تأتي بخير إلا من دولة إسلامية قوية تقوم على من تستطيع جهاده عند ظهور الكفر البواح كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأفراد فإذا قاموا فهم يفسدون ولا يصلحون. في الغالب أنهم إذا قاموا وأثاروا هذه الأشياء فإنهم في الغالب يعطلون الدعوة إلى الله ويسببون سجن طلبة العلم وإيذاء طلبة العلم وتعطيل الدعوة وتعطيل التعليم. فلا تأتي هذه الثورات والحركات بخير، وإنما الذي يأتي بالخير التعلم وتفقه الدين والدعوة إلى الله ومناصحة ولاة الأمور والتعاون معه بالخير وفي ترك الشر. مثل ما في الحديث: من رأى من أمره شيئا ما يكره من نصرة الله فليكره ما يأتي من نصرة الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة ومات ماتت ميتة جاهلية، وما يعصي الصحابة على أن لا ينازع أمره قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. فيحتاج إلى علم ويحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى قوة تستطيع أن تزيل هذه الدولة التي فيها الكفر البواح وتقيم دولة إسلامية أخرى. أما أفراد يفسدون في الأرض ويقتلون الناس بغير حق وبغير علم، فهؤلاء يضرون كثيرا ويفسدون كثيرا ويعطلون الدعوة إلى الله ويعطلون التعليم، وتكون العاقبة شرا على الدعاة والمخلصين والمعلمين والمرشدين. فالواجب هو هذا، هو التعلم والتفقه في الدين والتبصر والتعاون مع الدولة القائمة فيما يرضي الله، في إقامة الحق، في قمع الباطل، في مناصحتها إلى أن تقوم بالخير وتدع الشر، فتبذل لها النصيحة ويتعاون معها على طاعة الله ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، ويحصل توعية الشباب وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم حتى يفهموا دين الله وحتى يعقلوا الحق وحتى يفهموا الباطل وحتى يعملوا به في أنفسهم، وحتى يعلموه أهاليهم وإخوانهم في الله وجيرانهم ويتصلوا بهم حتى يتفقهوا في الدين. فيتفقه الشعب في الدين وتبصر في الدين خضعت الدولة لتنفيذ أمر الله فيهم وترك ما يخالف شرع الله.